عشاق قناة حوالي السردي بني مسكين، مرحبا بكم في القراقرة، الشرفة ديال القراقرة. اليوم احنا مع واحد من ابناء المنطقة الغيورين، سي محمد شرف، مرحبا بنا عندك. السلام عليكم سيد محمد. مرحبا بك اخويا. مرحبا بك، شرفتينا. شرفتينا والشكر لك بزاف انت والمشاهدين ديالك. مرحبا بك عندنا في القراقرة. مرحبا بك عندنا في القراقرة، وقبل علينا اخويا، قبل على الموجودة حنا، يلا في البداية، يلا في الانطلاقة. المشاهدين ديالك اليوم ان شاء الله احنا غادي نحاولوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم. نعطيهم شي نظرات بعدا، لان المشاهد اللي كينضر هو الاساس وديال الحولي على حساب العيد ان شاء الله. وغادي نوريهم التجربه ديالنا ديال النعجه الاسبانيه مع الهاجين، وغنوريهم الضيعه ديالنا فين واصله في التجهيزات، لان الامل ديالنا احنا ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله نكونوا في جمعيه لانوك، نكونوا بعدا منخارطين، فما غاديش نكونوا، ولكن نكونوا منخارطين ان شاء الله، ويكون عندنا الحولي اكثر ان شاء الله في السنه المقبله ان شاء الله، ويكونوا عندنا الكليان والاصدقاء اكثر ان شاء الله. تبارك الله عليك اخويا شرف، مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا، تحيه. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله، إذن عشاق قناة حول السرد بني مسكين، أسعد الله صباحكم. إذن كما كتشوفوا معايا تبارك الله خيرات كثيرة، حوالي 100 رأس هنا كتواجد بالقراقرة. معنا سي شرف، أخويا شرف، تبارك الله خيرات كثيره هذه. الله يكبر بك، افضل الله. شنو بدا عليك اخويا شرف قبل ما نبداو ونعرفوا بهذا المنتوج؟ تبارك الله داوي على راسه. مرحبا بك سيدي محمد، انت الاول، وشرفتينا، شرفتينا بالقدوم ديالك اخويا. مرحبا بك عندنا في الضيعه اليوم. انا محمد شرف، ولد القراقره، تزاديت كبرت في القراقره، عندي غيره على القراقره، نهدي روحي، عمري، داكشي اللي خدم، داكشي اللي كافحت عليه كامل نهديه من اجل القراقره. وعندي الغيره، وسبب الغيره هو الاستثمار في 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 الفلاحه، في السردين الفلاحي، لان القراقره ارض فلاحيه. شحال هذه سنين كانت كتجي الشتاء، كيجي المطر، كيجي الخير، ولكن دابا الحمد لله خص الانسان امكانيات، خصو يمشي مع الزمان ومع المكان اللي هو فيه، خصك تطور داكشي. درنا الفلاحه، درنا الكوتاكو، الطاقه الشمسيه وداكشي، وفي نفس الوقت نديروا الكسيبه، لان الكسيبه والفلاحه دومين واحد، مرتبطين مع بعضياتهم. وهذا هو علاش فكرنا نبداو احنا، يلاه بدي راه في طور البدايه. ان شاء الله، وهذا هو سميتو، عندنا البركه هذه ان شاء الله على خويا شرف. انت مهاجر ديال ايطاليا مدة 18 عام. يعني هاد 18 عام ما خلاتكش تنسى الاصل ديالك، ما خلاتكش تنسى الطموح ديالك والحلم ديالك. فعلا، لانني انا تزدت وكبرت 19 عام في القراقره، ودابا 18 عام في الطاليان، ولكن ما خصنيش ننسى اصلي. ما خصنيش ننسى منين بديت، منين تزدت، منين انطلقت. وهذا هو، هذه هي الغيره اللي غادي تخليني، هذا هو الهدف اللي غادي تخليني خدام عليه الى الابد. شحال احنا اليوم جينا على الغرض ديال الحولي العيد، الحولي ديال السردي، وتبارك الله شفنا وغنشوفوا تبارك الله واحد التجربه اخرى. شحال موجد العياده هنا؟ اعطينا شنو بدا عليه، اجي نقربوا حداهم. هذه تقريبا كاينه 100. انا جيت كيف عرفتي، انا يلاه جيت من ايطاليا دابا 3 ايام، جيت معطل شويه، ولكن كنتمنى ان شاء الله يكون باقي الوقت. ما كرهتش انا الا كان دوك الاخوان اللي كيستثمروا، اللي كيبيعوا في المدينه، ولا اللي المهم شي واحد ياخذوا جمله، ولكن الا ما كانش نبيعوا تبيعوا، انا ما كرهتش شي واحد اخر يزيد يستافد من ورانا حنايا. يعني بهذه رساله ان الثمن غيكون مناسب. وانا كنحاول، انا كنحاول ما امكن. حنا وفرنا الفصه، وفرنا، عدنا هنا في الضيعه، وفرنا العلف، كنحاولوا انا راه الغيره ديالي. ومن بعد راه غادي نوريو الاخوان النعجه الاسبانيه اللي كنجت، لان راه كاينين شي كليان راه كانوا تعاملوا معنا وتقدموا من عندنا. الغرض ديالي انا من هذا الشيء كامل هو يرجع للحاله ديالو الطبيعيه، باش يكون في متناول ديالي وديالك وديال الاخر وديال الجميع. هذا هو الهدف عندي انا، وهذه هي الفكره اللي باغي نخدم عليها، لانني جنة النعجه الاسبانيه، من بعد راه غادي نشوفها ان شاء الله، ونشوفها معنا انت والمشاهد
المشاهدين ودرنا ليها الهجين مع الحاولي السردي. ماشي انا جبت الاسبانيا ضد السردي، لا انا راه الغيره ديالي والقلب ديالي في السردي، ولكن لان النعجه السرديه ولات تبارك الله بتمن خيالي، واخا نقدر واخا الامكانيات كاينه ولكن ما نقدرش نشري 100 نعجه ب 100000 مثلا ب 5000 درهم النعجه، لان بزاف. قلت انا نجيب الاسبانيا وندير حولي سردي وندير الهجين، وغرضي انا هو داك الخروف السردي تكون مو اسبانيا لان عندها الذرع وعندها الحليب ويكبر في واحد الوقت وجيز ويعطينا واحد الطوناج واحد الوزن باش اللحم لعل وعسى ينخف. نمشيو اخويا شرف باش نعطيو نبدا احنا كنهضروا. تبارك الله هنا كتواجد ميطراس. سي شرف قال لكم راه بامكانه انه يبيع جمله لانه عنده كما قلت التزامات اخرى، وعنده حتى انه الغرض ديالو انه يستافد واحد اخرين من غيره، فاذا تعذر الامر فيمكن العياده يجيو للضيعه يجيو يقتنيو. بالمناسبه اخويا شرف حنا فين كنتواجدوا بالضبط؟ حنا كنتواجدوا 15 كيلومتر على البروش. 15 كيلومتر على البروش، على البروش. كاين الشانطي اللي عندكم لهنا؟ كاين الشانطي، كاين 5 كيلومتر بيست. 5 كيلومتر بيست، يعني تبارك الله، يعني الناس بغاو يجيو لشي حاجه في هذا يجيو حتى للضيعه. كاين بالضبط 12 كيلومتر شانطي و5 كيلومتر بيست، على 17 كيلومتر. تبارك الله. هنا هذا الحولي هذا كله ثنايا ولا كاينين رباعيين؟ هذا خويا تقريبا غادي يكون نص لا ما كاينش الرباعي، الرباعي ما كاينش، واحد الرباعي ما كاينش، كاين نص ثني والنص مازال ما هرش، مازال سنا الحليب. تبارك الله. اذا غنرجعوا، اذا كما كتشوفوا هنا الحواله كيخرجوا يتشمتوا، الجو حار في بني مسكين. احنا كما كنشوفوا يعني هذا الجو هذه الحراره وهذه كتعاون هذا السردي، كتعطيه واحد الدافع واحد الحافز بانه يزيد. راه كاين تبارك الله هنا سنا الحليب، يعني هاد سنا الحليب هنايا كتلقاهم كبار ووافين، يعني كما كنقولوا حنا عاليين. هنا السبب هو ان المرقد مرقد زين، مرقد القراقرة هو مرقد سلالام، بالمناسبه هو مرقد من المراقد الاصليين ديال سلاله السردي اللي من هنا انطلقت المسيره ديال السردي. سي شرف شي نبذه تاريخيه على المرقد ديالكم على القراقرة؟ وهو القراقرة غنيه على التعريف. أيه. التجمع راه هو بعيد علينا هنا تقريبا 3 كيلومتر ونص، باش بعيد على النقطه فين كاينين حنايا. انا راه الهدف ديالي والطموح ديالي والحلم ديالي هو نكون واحد من الاخوان اللي في التجمع، بالقليل ولا بالكثير. المهم الحمد لله الفكره كاينه. انا مادا بيا الاخوان يتعاونوا معنا، الاخوان اللي في اللي في الجمعيه اللي في الجمعيه يتعاونوا معنا ولو بالافكار ولو مثلا انا ما عرفتش الاجراءات، ما عرفتش سميتو، ولكن مادا بينا الاخوان ان شاء الله. انا غادي نزورهم لان راه غير الوقت اللي ما كيكونش عندي انايا. ان شاء الله. وتبارك الله، يعني الكسابه ديالنا وديال بني مسكين بخصوص يعني واحد السخاء عنده. السي شرف، يعني كنتي قلتي لي يعني انك انت الرغبه ديالك انك تنخرط في الجمعيه وتزيد يعني حتى تدخ لنا السلاله الاصليه يعني ديال سلاله السردي، لا تعطينا السوبر وتعطينا الحوليه وتساهم في التطور ديال سلاله السردي. بطبيعه الحال هذا هو الحلم ديالي، هذا هو الطموح ديالي، وهذا هو الهدف اللي خصني نخدم عليه ان شاء الله مستقبلا، باش يكون نجاح. ما كاينش شي نجاح بلا خدمه بلا عمل، ضروري بالمجهود بالصير احنا شفناك ما منخرطش، ولكن تبارك الله الحوال اللي عندك ديال العيد راهم بمواصفات ديال السلاله ديال السردي ديال لانوك. شنو السر ديال انك يعني تاخذ هاد السلاله وتنتقيها بعنايه؟ الحب. حب لا غير، حب السردي. يعني انت انا بغيت السردي يكون في القمه، يعني هو في القمه، ولكن بغيت ماذا بيا انا حتى انا نحط البصمه ديالي ونزيد ولو شويه واحد الجزء في القمه ديال السردي. انتم الجدود ديالكم هنا في هذه المنطقه هم جدود مولوعين بالكسيبه، والكسيبه كانت مصدر الرزق والتربيه ديال اجيال واجيال. باقى محافظه هذه المنطقه على هذه؟ للاسف لا. علاش؟ لان الامكانيات، لان احنا القراقره وبالاخص النقطه، انا جدي راه كان من الاولين في القراقره اللي كان عنده واحد العادات تبارك الله في السبعين، لان احنا جينا على نهر ام رابع. وجينا على البلان الارض السلاليه، لان الناس كيعرفوها فيها 4000 قطار. هذه كانت كتشجع القراقره باش يسرحوا، لان كانت 4000 قطار هي ارض سلاليه ديال الجماعه. وكان الخير تبارك الله، وكان الربيع كان السردي كيجي تبارك الله بوالو، خاص عليه اللي يسرح. هو كان عندهم مشكل غير في اللي يسرح. دابا ولاو عندكم مشاكل؟ دابا لانه ولا الجفاف، المشكل الاول هو الجفاف، المشكل الثاني هو الناس ما بقاتش عندها الرغبه، الناس واخا عندها الفلوس ما كيقدرش يغامر يستثمر في هذا الميدان، نشري العلف، نشري الماكله، نشري سميتو، نشد الخدام ونشد سميتو، ما غاديش نخرج. هذا هو انا كيبان لي هذا هو السبب. سي شرف، انت عندك الاستثمار ديالك في الديار الايطاليه في نفس الميدان اللي انت مستثمر فيه؟ فلاحه. انا مقاوله فلاحه، كاينين الاخوان ولاد المنطقه راه كيعرفوني. علاش خشيتي للفلاحه بالضبط؟ ولان اول مره ملي هاجرت، لانك عارف انسان ممكن يكون هاجر مهاجر للمجهول، ولكن البلاصه اللي طحت فيها انا كانت فيها الفلاحه. انا نهار مشيت من المغرب ما كنت نعرف ندير والو، ما كنت فاهم والو، ولكن طحت في الفلاحه، ولكن الحمد لله كاينه الرغبه. قريت، خديت دبلومات، خديت انفورماسيون بزاف، وخاصه في الزيتون، في التخصص ديال الزيتون. انا ماذا بيا كاع الاخوان هنا ديال المنطقه، شي واحد اللي بغى استشاره مثلا،
انا حبا في الفلاحه والدومين ديال فابور مجانا نجي عندو نزورو نشربو معاه تاني غير واحد النقاط. واخا راه كيتغير المناخ والطقس على داكشي اللي قريت انا واللي عرفت، ولكن شي معلومات راه نقدر نفيدو بها. تبارك الله عليك السي شرف. اذا كان هذا هو الفيديو الافتتاحي مع السي شرف، وغتشوفوا معايا تبارك الله خيرات ديال التجربه الناجحه اللي نجحت في القراقره، هي تهجين سلاله السردي مع سلاله الميرانوس اسبانيا. اللهم بارك، هذه هي الخيرات اللي معروضه للبيع داخل الضيعه ديال السي شرف. السي شرف القرقوري المتواجد في القراقره، اللي بغاها جمله ما عليه الا يتواصل بشرف، اللي بغى جوج ثلاثه اربعه واحد ما عليه الا يجي للضيعه. اذا حنا تبارك الله نقلنا لكم هذه الصوره ديال هذه الخيرات تبارك الله، وراه كاينين هنا شي حواله. اللهم بارك وزيد في ذلك. الزين ديال القراقره والمرقد ديال القراقره راه مرقد رائع جدا، هو المرقد الاصلي من المراقد الرائعه في سلاله السردي اللي هي هازه بهذه السلاله للامام. اذا كان معكم الاخ محمد في تغطيه الضيعه ديال خويا محمد شرف، وهذه ان شاء الله ماشي هذه اول زياره، ان شاء الله غتكون مواكبه لهاد الضيعه هذه حتى نشوفوها ان شاء الله تحقق كاع المطامح ديالها تبارك الله ما شاء الله.